اتهاجاً بأعياد الميلاد ورأس السنة، شهدت حديقة نبلاء بدير الزور إضاءة شجرة الميلاد وسط احتفالية تضمنت تقديم أغاني أعياد الميلاد وتوزيع هدايا للأطفال. تحتفل دير الزور اليوم بإضاءة شجرة الميلاد لشوق الأهالي إلى أجراس كنائسها وصلواتها، وهذا التجانس الحضاري التجانس القيمي ما بين المسلمين والمسيحيين تعيشه دير الزور منذ زمن. الشجرة اليوم تضاء، وكانت هذه الشجرة تعبير عن تعافي دير الزور وتعبير عن انتصارات جيشنا العربي السوري. لنضيء شجرة الميلاد في بداية سنة جديدة تدل على الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية بين كافة الطوائف في سوريا. عيد الميلاد المجيد، بتمنى لشعب دير الزور لشعب سوريا كل المحبة وكل الخير إن شاء الله. ولما أضعوا هالشجرة فعلا حسينا بالحميمية والمحبة، الناس كلها مجتمعة سوا عم تشارك بهالمناسبة، وإن شاء الله يا رب هيك بتمنى رجع لنا كنائسنا ونرجع نصلي بالكنائس ونفرح جميعا مع بعضنا. جاي اليوم نضوي شجرة الميلاد وإن شاء الله سوريا تظل بخير. كل عام وانت بخير يا أهل سوريا. إضاءة شجرة الميلاد في دير الزور التي عانت من الإرهاب لسنوات هو رسم للفرحة والابتسامة على وجوه الأطفال وإعادة القلق إلى عروس الفرات. الإخبارية السورية براهيم الظلي، دير الزور.